السلام عليكم رحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامج بيوت الأنبياء ونعرف الآن كلكم قاعد تشوفون العصا اللي بيدي هذه وقاعد تقولون يعني عادة أبو محمد يرحب فينا ويعطينا عنوان الحلقة ونسمع الآيات الكريمة اليوم كنا غير السياسة أنا هيك ما غيرت لكن اللي بقول لكم إياه أنه هذه العصا راح تسمعون لها قصة في النهاية لكن خلوني الحين أكسرها شوي وبعدها نتابع معاكم. انكسرت؟ خلاص؟ طيب تذكروا هذه العصا في نهايه الحلقه راح نناقش قصتها مع بعض. حلقتنا اليوم عنوانها الايثار للاخ. واليوم هذه قضيه حقيقه احنا بحاجه لها، شلون نوجد تعاون بين الاخوان في البيت؟ شلون يصير الاخ يؤثر اخوه؟ تصير بينهم محبه، تصير بينهم استقرار. ولعل يعني قصة موسى عليه السلام فيها كثير من المواقف لكن خلونا نسمع هذه الآية الآن وبعدها نتابع معكم برنامج بيوت الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم طبعا كلنا سمعنا مع بعض قصة موسى عليه السلام وكيف أنه آثر أخوه وعطاء النبوة وطلب رب العالمين أن يجعل هارون وزير له يعينه في القيام بهذه المسؤولية وهذه المهمة الضخمة في الدخول على فرعون ودعوته في الحق. نلاحظ ان قصه موسى عليه السلام اكثر قصه تكررت معنا في القران الكريم. وهو النبي الوحيد اللي في اكثر من موضع الله عز وجل يذكرنا بقصته وقصه فرعون. والسؤال ما هو السبب؟ لماذا قصه موسى عليه السلام تتكرر كثيرا في القران الكريم؟ ولعل الجواب على هذا السؤال وهو ان موسى عليه السلام هو رمز للداعيه ونشر الخير وتبليغ الرساله ورمزيه فرعون هو الحاكم الظالم او المؤسسه والنظام الظالم الطاغيه وهذا النظامين نظام الداعيه الى الخير وطالب العداله ونظام الظالم هذه الانظمه تتكرر بتكرر الازمان والاوقات من يوم ان خلق الله الخلق الى قيام الساعه ولذلك نلاحظ ان قصه موسى عليه السلام متكرره كثيرا في القران. الله عز وجل عطى لموسى عليه السلام معجزات وكلكم طبعا تعرفونها تسع معجزات من ابرزها العصا اللي تتحول الى ثعبان. والعصا اللي ضرب فيها البحر وبعدها انفلق البحر ومشى موسى عليه السلام مع جنوده. اذا علاقه موسى عليه السلام مع اخوه كانت علاقه تعاون. وعلاقه محبه ولكن رب العالمين كل نبي يبعث ويرسل له بالوحي كان يمشي في مدرسه وفي دوره تدريبيه تعرفون شنو هي هناك مدرسه يدخلها كل نبي من يعرفها مدرسه رعايه الاغنام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي الا وكان راعيا للغنم وموسى عليه السلام كان راعيا للغنم وكل الانبياء حتى يتعلمون اللطف والحنان والرفق من خلال هذه المدرسة اللي هما حقيقة يدخلونها خروج موسى عليه السلام من مصر وهروبه من بعد الموقف والموقف الذي فعل في قتل هذا الرجل جعل هذا الخروج لمدة ثمان سنوات إلى عشر سنوات هي عبارة عن دورة تدريبية رب العالمين رب فيها موسى عليه السلام وبعدها أثناء عودته كلمه الله تبارك وتعالى وتم ارسال الوحي له وكلفه بالرساله وهنا طلب موسى عليه السلام في ان يكون هارون وزير ويكون معه نبي يساعده على حمل هذه الرساله معنا الشيخ عبد اللطيف المحمود وهو شيخ فاضل من دوله البحرين واستاذ جامعي ونرحب فيه الشيخ عبد اللطيف موجود معنا على الهاتف أي نعم حياك الله استاذ ودكتور عبد اللطيف المحمود الله يحييك علي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا وعليكم السلام ونحن نتحدث عن قصة موسى عليه السلام وكيف أنه طلب من ربه أن يكون هارون وزيره وودنا لو نسقط هذه القصة شيخنا الفاضل على واقعنا المعاصر وكنا نعرف الخلافات اللي قاعد تصير بين الأخوان والمشاكل اللي قاعد تصير في البيت الواحد بين الأشقاء وكيف ممكن نوجد هذه المحبه والتعاون بين الاخوان، تفضل شيخ عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان من فضل الله سبحانه وتعالى على البشريه انه جعل الصله بين البشر قائمه على اساس النسب وعلى اساس المصاهره. نعم. وجعل من النسب تعدد الأسر والقبائل والشعوب كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نعم فهذه نعمة من الله عز وجل في تنظيم البشرية رب العالمين جعل العلاقة القريبة بين الشخص وأخيه وأقاربه قائمة على أساس الرحم نعم. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله تعالى لما خلق الرحم تمسكت بالعرش، وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال لها رسول، فقال لها الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال فذلك لك. نعم. ثم ان الله عز وجل بين لنا عقوبه من يقطع اواصر الرحم حيث قال سبحانه في سوره محمد عليه الصلاه والسلام فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها فهذه الآيات والحديث الماضي كله يدل على أن عملية صلة الأرحام أمر لازم وشيء من من أصول هذا الدين. نعم. ولو أن الإخوة فيما بينهم أخذوا في اعتبارهم هذا الجانب وعملوا على تنميته لهان كل شيء في الوجود. من اجل وجود هذه العلاقه الرحميه التي تسبب المحبه القريبه. بالضبط. وملاحظ ان اكثر شيء يقع بين الاخوان من الشجار هو على قضايا ماديه. نعم. الله سبحانه وتعالى قال انما اموالكم واولادكم فتنه. نعم. فنجد ان القرابات تحصل بينهم مشاكل بسبب اما المال على ارث مثلا. او بسبب مشاجرات بين الاولاد او مشاجرات بين الاقارب. نعم. ويتلو هذا عداء وشحناء وتباغض وتقاطع وذلك كله من الامور يعني المحذوره والشرع لا يرغب فيها ويعمل على اصلاحها. طيب شيخ عبد اللطيف لو سمحت لي. نعم. لو تابعنا في قصه موسى عليه السلام. كذلك هناك خلاف حصل بينه وبين اخوه هارون نعم لما ذهب لكلام الله عز وجل وبعدها ذهب بعدها رجع وجد هارون عليه السلام ووجد قصه السامري نعم اللي خرجت في بني اسرائيل نعم. فاخذ بلحيه اخيه نعم وشدها نعم طيب مو هذا كذلك خلاف حصل بينهم بين بعض ولكن لكن هذا الخلاف ليس خلافا بسبب مال وانما هو خلاف حول توحيد بني اسرائيل وابقائهم على المنهج الصحيح فانه قد اوصاه قبل ان يذهب ببني اسرائيل على اساس انه لا يفرق بينهم وانهم يسوسهم بالطريقه التي تبقى تبقي وحدتهم اذا تبقيهم على المله وعلى الحنيفيه وعلى الوحدانيه. طيب إذا معناته احنا ما نستطيع أن نمنع الخلاف بين الإخوان لكن ممكن أن نضبط هذا الخلاف. نعم. يعني في خلاف محمود بين الإخوان والأشقاء نعم. وفي خلاف مذموم. لا شك في ذلك، يعني هو لا يمكن أن يكون هناك اتفاق 100% بين في الآراء وفي القضايا، ولكن هذا الخلاف لا ينبغي أن يصل إلى تقطيع الأواصر. بالضبط. بين الأشخاص أو بين الأقارب بعضهم مع بعض. نعم. اذا معناته الخلاف اللي يحصل بين الاخوان المفروض ما يفسد للود قضيه نعم ويمكن لل يعني الواحد يبحث عن وسائل وان للاصلاح وان يبحث ايضا في مآلات هذه الاشياء نعم يعني على سبيل المثال بعض القضايا التي عرضت نجد خلاف بين اخوين او اكثر يمتد الى عشرات السنين في قضيه ارث نعم لو نظرنا الى الجهد الذي بذل خلال هذه السنوات الطويله واثر على نفوس الاخوه المتشاجرين حول ارث نجد ان قيمته اكثر من قيمه الارث نفسه بالضبط بالاضافه الى ما ربما يصل الى الجيل الثاني او الجيل الثالث نعم وكل هذا من اجل شيء من المال والمال يذهب وياتي نعم فلو فكرنا في يعني المغنم والمغرم فإننا حينئذ ننظر في الأصلح بالضبط فربما حتى من أجل إبقاء اللحمة الأخوية نعم. بين الأطراف ممكن الإنسان يتنازل عن شيء من المال ونحن نرى أن حتى في الزكاة سهم للغارمين والغارمون من هم جماعة غرموا مالا لإصلاح ذات البين ممتاز فيعني حتى من الزكاه ممكن ندفع لشيء حتى نذهب هذه الخلافات بين جميل. الاقارب وبين جميل. المجموعات جميل. البشريه جميل جدا كل هذا ممكن إن يعني الواحد يتجاوز المال بالضبط. من اجل البقاء اللحمه الاسريه طيب والرحيميه بين الاطراف طيب شيخ عبد اللطيف المحمود من دوله البحرين شاكرين لك على هذه المداخله عفوا الله يسلم شكرا شكرا الله. مع السلامه مع السلامه مرة أخرى إذا الإيثار والمحبة والتعاون بين الإخوان هو اللي بالفعل يبني الأجيال ويبني المستقبل وتبقى الأسرة في تكاتفها وفي تلاحمها وفي استقرارها ما في مانع أخي يختلف مع أخوه لكن لا يتعدى هذا الخلاف على المقاطعة أو على عدم الزيارة أو أنه يوصي عياله والله أنهم ما يلعبون مع عيال عمهم لأنه في خلاف بين الأخ, الأخ وأخيه ولذلك خلونا نشوف حقيقه مع بعض هذا الجدول وهو يتحدث عن مراتب الايثار. نلاحظ مع بعض الان في ثلاث خطوط، الخط الاول وهو السخاء. ما معنى السخاء؟ السخاء اي لا يصعب عليه العطاء، متى يكون الانسان سخي؟ اذا كانت ايده مفتوحه، في الليل وفي النهار، في الصيف وفي الشتاء، عنده فلوس وما عنده فلوس، دائما سخي ونفسه سخيه. معناته لا يصعب عليه العطاء. طيب المرتبه الوسطى من مراتب البذل والعطاء الجود، ومعنى الجود اي يعطي الاكثر ويبقي له الاقل، يعني اذا عنده 100 دينار مثلا فيعطي لاخوه 80 دينار ويبقى عنده 20 دينار، هذا معناته والله هذا انسان جواد. فاذا عندنا مرتبه عاليه جدا اسمها السخاء عندنا المرتبة الثانية الوسطى اسمها الجود وعندنا المرتبة الثالثة اللي اسمها الإيثار وهو يؤثر غير بالشيء مع حاجته له فهذه ثلاث مراتب من مراتب الإيثار مثل ما احنا شايفين مع بعض في الجدول طبعا الإيثار عكسها الأثرة الإيثار العطاء الأثرة الأنانية أن الإنسان يمسك ما يعطي ولا يبذل ولهذا الإسلام نهى عن الأنانية حتى كلمة أنا نهى عليها عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة لرجل مرة ضرب الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فقال هذا الرجل أنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا 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 كأنه كرهها فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب يسمع كلمة أنا لأن الإسلام يدعم الجماعة يدعم التفاني يدعم العطاء يدعم السخاء وهذا ما فعل موسى عليه السلام مع شقيقه هارون لما الله عز وجل كلفه بالرساله فقال لله عز وجل واخي هارون هو افصح مني لسانا فيريد هارون ان يؤازره وهنا حقيقه التكامل في العائله والتكامل بين الاخوان وهذا ما نريد ان نصل له من خلال الايثار العائلي لما الاخ يتعامل مع اخوه من خلال هذا التكامل انا اعرف ايش نقاط ضعفي واخذها من اخوي واخوي يعرف نقاط ضعفه وياخذها مني، بالتالي احنا اصبحنا وحده واحده وقوه قويه متكامله، فكل واحد فينا قاعد يسكر نقص الثاني، وهذا طبعا ما اردناه في قضيه الايثار. من القصص الطريفه لاحد الصالحين اسمه قيس. هذا قيس في يوم من الايام اصيب بمرض فاقعده الفراش. وقيس كان مشهور بالعطاء والسخاء والكرم ما في احد يسأله عطيه الا ويعطيه، ما في صاحب حاجه الا ويفرج عنه. لما طاح مريض في اليوم الاول ما حد زاره. في اليوم الثاني ما حد زاره. فالتفت على واحد من عياله قال له يا ولدي، قال له نعم. قال له الناس ليش ما تزورني؟ فقال له الولد يا يبا يعني انا عندي تفسير لكن قد يكون خاطئ قال له تفضل قال له يبا انت ما شاء الله خيرك وعطائك للناس كلهم وكل يوم يسالك سائل تعطيه فاعتقد ان الناس تخشى انها تزورك فتذكرها بالاموال اللي انت تعطيهم اياها فقال هذا قيس كلمه مشهوره قال اخزى الله مالا يمنع الاخوان من الزياره. اذا فلوس تمنع اصحابي واخواني من زيارتي لا بارك الله فيها من فلوس. فنادى مناد قال حق ولده اطلع برا عند الباب وروح السوق واعلن ونادي ان كل من يطلبه قيس من المال فقد اسقطه قيس عنه، خلاص يبا اذا اذا الفلوس تحجبكم عني لا يبا حلال عليكم. فنادى منادٍ في الأسواق أن كل من يطلبه قيس من المال قد أسقطه قيس عنه، تعرفون شو اللي صار؟ يقول الراوي: فانكسرت عتبة داره. من كثر الناس اللي ياو يزورون قيس وهو مريض وفرحوا انكسرت عتبة الباب، فأنا أقول إذا يعني نحن بحاجة إلى مثل هذا التواصل. وهذا التراحم ومثل هذه القيم والمعاني في الاسره بين الاخوان. معنا الان ضيف كذلك عزيز علينا وهو دكتور مختص في الموارد البشريه الدكتور عبد العزيز مصطفى ولعل قصه موسى عليه السلام واخي اخيه هارون نستدل فيها من العمل كفريق عمل. انه هو صح نبي ورسول لكن طلب اخوه حتى يتكاملون وبالتالي يتكون عندنا فريق عمل، عمل مؤسسي ممكن ان يبلغون دعوه الله عز وجل من خلالها. الدكتور عبد العزيز معنا على الخط؟ نعم حياك الله دكتور كيف حالك؟ حياك الله أخي جاسم كيف حالك؟ ونرحب فيك دكتور عبد العزيز مصطفى شكرا جزيلا بارك الله فيك الله يسلمك، دكتور احنا نعرف عنك يعني حقيقه الخبره وطول الباع والعلم في الموارد البشرية ونحب نتحدث معك حول هل هناك فرق بين مفهوم فريق العمل كما يفهمه الغرب وكما نفهمه نحن في الشرق تفضل دكتور طبعا هناك فرق يا أخ جاسم بين المفهومين تفضل لأنه مفهوم فريق العمل المفهوم الغربي ببساطة هو تهيئة المناخ الذي يدفع أعضاء المجموعة المعينة لبذل اقصى جهد ممكن والتعاون لتحقيق افضل النتائج. نعم. فبالتالي المفهوم الغربي يركز على تحقيق النتائج ولا يهتم بالعلاقات والصلات بين اعضاء المجموعه. نعم. وفي البيئه العربيه والاسلاميه الوضع يختلف لان هذه البيئه اكثر اهتماما بالعلاقات الانسانيه والصلات بين الافراد. بحكم التركيبات الاجتماعيه والمفهوم الجماعي القائم على تداخل الافراد في القبيله والاسره ونبذ الفرديه وكذلك بسبب القيم السائده التي تؤكد الموده والمحبه والاخوه عند التعامل مع الاخرين فلذلك ما بد من تطوير مفهوم لفريق العمل ياخذ العلاقات الانسانيه في الاعتبار حتى يمكن ان نطبق مفهوم فريق العمل في البيئه العربيه والاسلاميه نعم طيب دكتور عبد العزيز وهل تؤيد هذه الطريقه في الاداره ام تؤيد طريقه اخرى في اداره المؤسسات والمنظمات وحتى في الاسره تفضل دكتور طبعا هي طريقه فريق العمل هي الافضل في الاداره نعم لانها تتيح الفرصه للجميع للمشاركه في المسؤوليه وفي اتخاذ القرار والمشاركة الجماعية تؤدي إلى نتائج أفضل حتما من النظام الإداري التقليدي القائم على هيكل تنظيمي على رأسه فرد محدد أو فرد واحد أو حتى ولو كانت مجموعة أفراد وتتدلل المسؤولية حسب الهيكل وبالتالي تتوزع حول مستويات نعم فمفهوم الفريق يعطي يؤكد مبدا المشاركه والشورى ويجعل هناك شعور بالانتماء ويؤدي الى خلق ثقه بين الافراد وله مزايا كثيره جدا نعم وهو مناسب تماما للبيئه بتاعتنا العربيه والاسلاميه بحكم يعني انتماء العقائد اللي بيحس على مثل هذه الاشياء المشاركه والشورى والثقه بالآخرين نعم وقطعاً يعني مفهوم الفريق هو انسب الى الاسره وقد تكون الاسره هي منطلق لمفهوم الفريق اكثر منها بيئه العمل. نعم. لانه مبدا المشاركه والشورى والشعور بالانتماء والثقه بالاخرين هي يعني مقومات الاسره الصالحه. نعم. آه طيب دكتور ندخل عملي، ندخل عملي اكثر وان كنت انت خبير في الموارد البشريه، خلينا نتكلم عن عائلتك واسرتك. هل تطبق نعم. هذا النظام في عائلتك دكتور وكيف؟ والله اقول الى حد ما لكن يمكن الحكم في هذه المساله كل الاخرين اكثر منه لي انا. نعم. لكن أنت ما في شك أن تطبق نظام فريق العمل داخل البيت <applause> إن شاء الله هذا هو المأمول طيب دكتور شاكري لك على هذه المداخلة إذا لك أي كلمة في الأخير تحب تقولها؟ شكرا يا أخي جاسم شكرا جزيلا شكرا دكتور عبد العزيز شكرا شكرا لك حياك الله مع السلامة <applause> طبعا نتابع معكم ما تفضل فيه الدكتور عبد العزيز مصطفى في موضوع فرق العمل واليوم مؤسسات عالمية يعني مثلا مؤسسة السي أن أن على سبيل المثال مؤسسة الثري أم على سبيل المثال كلها قائمة بأنظمتها على الإدارة من خلال فريق العمل بس أنا قبل لا أكمل معكم فريق العمل أبي أذكركم بالعصا حسنا ما نسيتوها اللي كسرناها في بداية الحلقة لأن لنا قصة معاها في نهاية الحلقة فتابعونا علشان نكمل معكم حلقة الإيثار للأخ فريق العمل راح أعرض عليكم الآن مجموعة من الكتب في هذا الموضوع وما في شك أنه موضوع قيم ومهم جدا أخونا نشوف هذا الكتاب طبعا مترجم إلى اللغة العربية وعنوانه كيف تنمي قدرتك على بناء فرق العمل ومترجم للأخسامي تيسير سلمان هو الأشرف على ترجمته إلى اللغة العربية وهذا الكتاب حقيقة يعني قيم جدا ويتكلم في محتوى على فرق العمل وكيف الإنسان يديرها وكيف يتعامل معها وكيف ينقل مؤسسته الإدارية والاقتصادية من نظام مركزي إلى نظام فريق عمل وما في شك أنه كما ذكر الدكتور عبد العزيز مصطفى نظام فريق العمل هو أكثر إنتاجية لكن المفهوم الشرقي أو الإسلامي في هذا الموضوع هو الأخلاق الموجودة في فرق العمل ولذلك هذا النظام قد يتولد في كون إنسان يتحرك من خلال كوكبة وينطلق من خلالها قد يتولد عنده أنه هو ما يحب هذا الشخص أو لا يحب التعامل مع هذا الشخص أو لا يطيق هذا الشخص طيب كيف يتصرف؟ هو قاعد يدير مؤسسة قائم على نظام فريق العمل لكنه ما يحب هذا الشخص أو هذا الموظف ولذلك نلاحظ في كتاب آخر تم تأليفه وأُلّف حقيقةً حديثاً اسمه التعامل مع من لا تطيقهم أناس أنت ما تحبهم ولا تحب تشتغل معهم طيب كيف تتعامل معهم؟ وكيف تخرج؟ تخرج المحاسن من الناس السيئين طبعاً هذا مترجم من خلال فريق بيت, بيت الأفكار الدولية بامريكا وكتاب طبعا نال على مبيعات عالميه جدا كبيره. هذا الكتاب الف حاليا يعني في سنه 1999 ولكن يعني نفس هذا الطرح انا قراته لكتاب للامام العلامه ابو بكر ابن ابي الدنيا وهذا الكتاب الف يعني في سنوات ماضيه أصلاً المؤلف توفي سنة 281 هجرية يعني ما بين اليوم ما بين تأليف هذا الكتاب وما بين تأليف كتاب عندنا في تراثنا وقيمنا 1200 سنة هذا الكتاب اللي أكلمكم عنه عنوانه مدارات الناس لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا المتوفي سنة 281 لو تقرؤون فلسفة هذا الكتاب ومحتوى في مدارات الناس كيف نتعامل مع الناس اللي ما نطيقهم كيف نتعامل مع الناس اللي ما نحبهم لكنهم فجاه دخلوا علينا في الخط او صار في ارتباط وظيفي في المؤسسه وبالتالي في قيم اسلاميه من ايات واحاديث ومواقف للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابه والصالحين كيف تعاملوا مع ناس ما يطيقونهم فاذا الكتابين اللي انا الان قاعد اوريكم اياهم هم نفس المحتوى ونفس الفكرة وبينهم 1200 سنة بين تأليف هذا الكتاب وتأليف هذا الكتاب فإذاً لما نتكلم عن فرق العمل وكيفية التعامل معها ما في شك أنها قضية يعني مهمة جداً واليوم في عالم الإنتاج وفي عالم المصانع معتمدين هذا النظام فكيف لو اعتمدنا في العائلة نظام فريق العمل الأب له دور والأم له دور وتوزيع المسؤوليات والإخوان والأخوات كل واحد له دور ونتعامل في قوة ضاربة متعاونة وفي استقرار ومحبة متكاملة ولذلك علاقات الإنسان في هذه الدنيا لابد أن توظف صح يعني إحنا عندنا في الفلسفة الإسلامية نظام للعلاقات خلونا نشوف مع بعض هذا النظام من خلال هذا الجدول شايفين احنا الآن الإنسان موجود في النص وفي عنده أربع خطوط في علاقة بين الإنسان وربه وهذه العلاقة علاقة عبودية مثل ما احنا شايفين وفي علاقة بين الإنسان والكون وهذه العلاقة علاقة تسخير وفي علاقة بين الإنسان وذاته وهذه العلاقة علاقة أمانة وفي علاقه بين الانسان والانسان وهذه العلاقه علاقه عداله فاذا احنا شايفين مع بعض العلاقات اللي بين الانسان وغيره هذه هي الفلسفه الاسلاميه الانسان له علاقه مع رب علاقه عبوديه فانا اتعامل مع الله انه انا عبد له اسمع واطيع اتعامل مع الكون علاقة تسخير، أن الله عز وجل خلق البحار والأرض والأشجار والحيوانات والدواب هذه كلها مسخرة لي، فأنا لي حق أني أعمل أبحاث وتحقيقات ودراسات من أجل أني أنا أستفيد منها في تحقيق أهدافي السامية ورسالتي في الحياة. وأما علاقتي مع ذاتي مثل ما احنا شايفين في المخطط هي علاقة أمانة. الله عز وجل اعطانا هذه النفس وهذه الذات كوديعه وامانه وهو راح ياخذها منا في تاريخ محدد ولذلك ليش حرم الانتحار في الشريعه؟ لأن الانسان ما يملك نفسه عشان يقتلها فالذات اذا انا عندي اياها امانه واما العلاقه الثالثه هي علاقه الانسان بالانسان ومثل ما قلنا فريق العمل والتعاون وهي علاقه عداله خلونا نشوف كتب اخرى كذلك تؤيد هذا الطرح، كيف انا اوجد تعاون ومحبه بيني وبين باقي الافراد؟ نشوف هذا الكتاب اللي عنوانه القيام بالاعمال دون رؤساء عمل، كتاب حقيقه لطيف جدا في فرق الاداره الذاتيه وهو من اعداد سمير البعلبكي ومراجعه سعيد اللحام، وكتاب حقيقه قيم جدا يدرس كيف الانسان ينجح ويحقق طموحه من خلال الاداره وفرق العمل. نشوف الكتاب الثاني الموجود معنا وهو كتاب حقيقه كذلك قيم جدا من اكثر الكتب مبيعا في العالم، كيف تزيد مبيعاتك؟ كيف تطور ادارتك؟ وتنهي اعمالك بكفاءه وفعاليه ما لم يدرس حتى الان في جامعه هارفارد اداره الاعمال. ويتكلم في فصل من فصوله عن فرق العمل وكيف الانسان يتعامل مع فريق العمل وكيف يكون عضو فعال داخل فريق العمل في عالم الاداره والانتاج. نشوف الكتاب الاخير اللي نعرضه عليكم اليوم وعنوانه الخطوات الذكيه وفي تقريبا 1600 توجيه اداري للمدير الفعال و 140 قائمه لاستراتيجيات الخطط الناجحه وافكار اداريه رائعه لا يستغني عنها اي مدير في اي وقت من تاليف سام ديب ونقل إلى العربية سامي سلمان طبعاً هذا الكتاب حقيقة قيم جداً كذلك ويتكلم عن فرق العمل وكيف الإنسان كذلك يوجد هذا الفريق وكيف فريق العمل يفرخ من بعد عدة فرق ويكون هذا الإنسان منجز في عمله فكل هذه الكتب تدعم التوجه الحديث اليوم في علم الإدارة وهو فرق العمل لكن قصة موسى عليه السلام وهارون قد أسسوا لنا فرق العمل من أكثر من ثلاث آلاف عام من اليوم طبعا عرضنا عليكم مجموعة من الكتب وننصح قبل بالاطلاع والقراءة عليها أو على أمثالها مثل ما هو موجود في الاسواق العربيه والعالميه سواء باللغه العربيه او باللغه الاجنبيه. معنا الدكتور عوض القرني وهو دكتور في استاذ الفقه واصول الفقه في جامعه الامام بابها سابقا ونرحب فيك دكتور عوض معنا على الخط. حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، حياك الله دكتور ونحب لو تحدثنا عن موضوع تربيه الابناء. وكيف ممكن نوجد بين الأبناء الترابط والمحبة وكيف الوالدين ممكن يربون أبنائهم على مثل هذه السلوكيات فضل دكتور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه لقد أولى الإسلام تربية الأسرة المسلمة وإعدادها غاية الأمر اعتنى بذلك غاية العناية نعم باعتبار ان الاسره المسلمه هي اللبنه في المجتمع المسلم الذي يكون الامه المسلمه على امتداد الكره الارضيه. نعم واول الخطوات التي ينبغي ان تسلك لايجاد الاسره المسلمه وايجاد العلاقات السليمه القائمه على الاخاء والمحبه والترابط والتكاتف بين الاخوان بعد ذلك اول الامور الذي ينبغي ان تسلك في سبيل ذلك حسن التربية في مرحلة الطفولة وما بعدها. نعم. آه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. وهذه التربية تتمثل أولاً في حسن اختيار الزوجة لزوجها والزوج لزوجته. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه نعم. الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير فحسن اختيار الزوجين ابتداء هو الاصل والاساس الذي يقوم عليه بعد ذلك حسن تربيه الاولاد واخراج النماذج الصالحه الحسنه في ترابطها وتكاتفها على البر والتقوى نعم. ثم بعد ذلك اقامه مبادئ الدين والالتزام باحكامه وقيمه في داخل المنزل وفي التعامل بين الاسره فينشا الاولاد وهم نباتات غضة طرية تتشرب الاخلاق والقيم والمبادئ الاسلامية من ابيهم وامهم فتترسخ في شخصياتهم وينعكس ذلك على تعاملهم بعد ان يبلغوا سن الرشد. طيب دكتور كذلك العدل في التعامل مع الاولاد <applause> آه دكتور عون كان في التعامل نعم آه دكتور الان آه. كان في التعامل المادي أو في العاطفي الجانب العاطفي في الرعاية في ملاحظة هذا الأمر مما يجعل المحبة تشيع بين الإخوة لأن الجور على بعضهم لحساب البعض الآخر قد يؤدي إلى إثارة الضغائن والأحقاد التي لا ينفس عنها إلا في وقت متأخر عندما يصبح الإنسان قادرا وكذلك الحرص على إلحاق الأولاد بالمراكز الصيفية نعم. وجمعيات تحفظ القران والمدارس المشهود لها بالاستقامه والمراكز الاسلاميه والجمعيات في البلدان المختلفه مما يكسبهم الرفقه الصالحه والقدوه الصالحه والتربيه الصالحه طيب دكتور هذا كله مما يساهم في التربيه الحسنه في مرحله الطفوله وما بعدها طيب ايضا نعم دكتور عفوا دكتور عوض القرني معي على الهاتف و أنا عندي سؤال حقيقة شخصي لحياتك الشخصية دكتور بين أبنائك لعم. داخل البيت، هل أنت ربيتهم على التعاون والمحبة والإيثار وكيف ذلك دكتور؟ من فضل الله سبحانه وتعالى أننا تربينا في أحضان أسرة مسلمة كانت تعيش في الريف في جنوب المملكة العربية السعودية وكانت تعيش على الموروث من القيم والأخلاق الفاضلة وقد ربانا والدان الكريمان أنا وإخوتي على الإيثار والحب والمساعدة للآخرين وليس بيننا فقط طيب وعلى النجدة والمروءة والسماحة فأصبحت بإذن الله جزء من شخصياتنا لا نستطيع أن نتخلى عنه في أي موقف من المواقف نعم أيضا يا أخي الكريم من الأمور المهمة في هذه القضية قضية الإيمان والتقوى فالإيمان هو الأس والأصل الذي يقوم عليه بنيان الشخصية المسلمة وقد يقصر الوالدان في ذلك لكن عندما يبلغ الإنسان سن الرشد يصبح مسؤولا عن نفسه وحينئذ يجب عليه أن يرد المناهل التي تبذر في قلبه بذرة الإيمان وتروي شجرته فتجعلها تؤتي ثمارها اليانعة في سلوكه وأخلاقه وأعماله طيب دكتور من خلال مدارسته للقران ومحافظته على العبادات الشرعيه وتذكره دائما للاخره ولقاء الله سبحانه وتعالى باستمرار وجميع الوسائل والاشياء التي تؤدي الى تقويه الايمان الذي هو الاصل الذي يقوم عليه بعد ذلك جوانب الاخلاق والسلوك طيب دكتور كذلك يا اخي الكريم شاعه الخلق الاسلامي في المجتمع من خلال وسائل الاعلام والمنابر مثل احترام الكبير والعطف على الصغير وتجنب الظلم وصلة الرحم والبر والإحسان إلى الناس كافة آه هذه وظيفة وسائل التوجيه والثقافة والتربية في المجتمعات لكن مع الأسف الشديد أن كثير من وسائل الإعلام تهدم هذه الوسائل وهذه الأخلاق وتجلب لمجتمعاتنا آه أخلاقا غريبة عجيبة لا تمت لها بصلة طبعا دكتور عوض مداخلتك قيمة لكن انا احب مرة ثانية يتكلم عن شخصيتك وعن حياتك الخاصة وانا اعرف انك انت متزوج من اكثر من زوجة. هل استطعت ان تغرس التعاون والمحبة والايثار بين ابنائك من اكثر من زوجة وكيف ذلك دكتور؟ سمعني قصص واقعية يعني سمعني مواقف خليني استفيد من تجربتك. كما ذكرت حفظك الله انا متزوج من اكثر من زوجة. نعم. ولدي أطفال من أكثر من, من واحدة نعم. هؤلاء الأولاد والبنات يعيشون كما يعيش الأشقاء في أرقى الصور المثالية نعم. ما من يوم إلا ويلتقون مع بعضهم ولا يخرج أحد منهم للنزهة أو للزيارة إلا إذا كان إخوانه سيصحبونه نعم. وإذا أحد منهم اشترى أو حصل على هدية أو شيء يأتي فيقسمها بين إخوانه معه وهم اكثر من امراه بل وصل الامر ببعضهم آه ان يرفض ان يتناول الطعام الا اذا كان اخوانه من المراه الاخرى يشاركون على المائده. ما شاء الله. و نعم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى بل لا ابالغ اذا قلت ان ربما بعضهم لا يعلم من هي امه من زوجاتي من آه او من هم بالاحرى بصوره ادق من هم اشقاؤه ومن هم اخوانه من ابيه بسبب هذا الترابط. نعم. <applause> والفضل لله اولا في ذلك ثم ايضا امهاتهم كان لهم دور كبير في ذلك. نعم. وهذا اعود به مره اخرى الى قضيه حسن اختيار الزوجه التي اشرت اليه قبل قليل. نعم. وما اعلم من الصور التي رايتها في المجتمع في الايثار وفي المحبه بين الاخ الاخوه, الإخوة آه ما آه لا رايت فيه وعلمت ان الاخ يقدم اخاه في كل شيء حتى يظنون بعض الناس انا لي اخ وهو الدكتور من القرن استاذ في جامعه الامام نعم اصغر مني باقل من سنتين نعم لكن حين يرون الناس تعامله معي يظنون اني اب له في تعامله حفظه الله نعم وهو اب لاسره ودكتور في الجامعه ما شاء الله لكنه حتى في المسير في المشي في الطريق لا يتقدم علي ابدا نعم والله جميل جدا دكتور نعم يا اخي الكريم وهذا كله الى قضية ربما كان لها ابلغ الاثر في اخفاء الصور المضيئه التي كنا نقرا عنها في تاريخنا يا اخي طيب وهي المؤثرات السلبيه التي جلبها لنا الاعلام من قنوات فضائيه ومجلات وروايات وغير وغير هذا. نعم دكتور. ولذلك يا اخي الكريم على الاعلاميين في القنوات الفضائيه وفي المجلات وعلى الكتاب مسؤوليه كبيره في رد السلام والوئام الى المجتمع المسلم. طيب. ومع الاسف الشديد ان الكثير من هؤلاء ولا اقول الجميع الكثير يناقض هذا وينظر فقط للربح المادي او ربما والعياذ بالله يتعمد الهدم في هذه الامه. طيب دكتور شاكرين لك على هذه المداخلة والتجارب الحية والواقعية اللي سمعناها من بيتك ومن أبنائك والتربية اللي تلقيتها من والدك ووالدتك أنت مع شقيقك، نشكرك على هذه التجارب الناجحة والواقعية دكتور. شكر الله لكم. حياك الله دكتور عوض. حياكم الله يا مرحبا. مع السلامة. حقيقة مرة أخرى ما تفضل فيه الدكتور طبعا يعتبر نموذج كونه متزوج في أكثر من زوجة وعنده اطفال من اكثر من وحده ومع ذلك يعني استطاع وبنجاح كما يقول انه يحييهم حياه طيبه من ايثار ومحبه وتعاون ويتعاونون مع بعض كفريق عمل، ما في شك انه هذا تحدي كبير لكن من صدق مع الله صدقه الله كما يقال. ننتقل معكم وما زلنا مع تربيه الابناء على فريق العمل وعلى الايثار والمحبه والتعاون. في جدول اطلعت عليه للدكتور مأمون المبيض ممكن أعرضه عليكم الآن، جدول قيم جداً ويبين حقيقة نموذجين من التربية بل لنقل ثلاث نماذج. النموذج الأول اللي هو العلاج المتسلط، أما الثاني العلاج المتساهل، أما الثالث العلاج المسؤول، بمعنى راح نشوف مع بعض الآن الجدول، راح أعرض عليكم موقف كيف الأب أو الأم رقم واحد اللي هما متسلطين يتعاملون مع هذا الحدث. النموذج الثاني الأب أو الأم المتساهلين كيف يتعاملون مع هذا الحدث. النموذج الثالث الأب أو الأم اللي يحبون أنهم يعلمون أبنائهم تحمل المسؤولية كيف يتعاملون مع هذا الحدث. خلينا نشوف مع بعض الحدث الأول. الولد يرفض تناول الطعام. العلاج المتسلط استعمال القوه والصراخ. العلاج المتساهل يترك الولد ليفعل ما يحلو له. العلاج المسؤول محاوله اشراكه في الاعداد لوجبات الطعام واستعمال العواقب لا حلويات اذا لم تاكل الطعام. قال لاحظ الفرق في التربيه بين الثلاث طرق العلاج المتسلط والمتساهل والمسؤول. خلونا نشوف الان الموقف الثاني. لا يقوم بعمله في المدرسه العلاج المتسلط استعمال القوه والمعاقبه والاجبار العلاج المتساهل اغراء بالاشياء او التجاهل الكامل العلاج المسؤول فتح المجال له ليتحمل مسؤوليه واجباته المدرسيه مع اظهار الاهتمام وتشجيع على جهوده المبذوله نشوف الموقف الثالث مع بعض لا يطيع ولا يسمع كلام الأبوين. العلاج المتسلط التهديد والإجبار. العلاج المتساهل التملق والاعتذار أو الترجي. العلاج المسؤول لا تصحح الأمر حالا ولكن استعمل الاستماع الفعال وأخر النقاش حتى يهدأ الولد. خلونا نشوف الموقف الرابع قبل الأخير. ينسى ويهمل الاعمال المطلوبه منه العلاج المتسلط التذكير والالحاح مع الجدال العلاج المتساهل يقوم الاباء بالعمل نيابه عنه وهذه حقيقه منتشره ومشهوره في بيوتنا اما العلاج المسؤول اذكر هذا الامر في لقاء الاسره وابحث معهم احتمالات عواقب نسيان الاعمال وقال لاحظ ان هذا النوع من العلاج هو علاج عن طريق فريق العمل في جلسة أسرية أناقش بعض الأخطاء بعض التقصير وسير التوجيه والجميع يستفيد من هذا اللقاء نشوف الموقف الأخير والخامس وقح مع أبويه أمام الضيوف ما يحترم أمه وأبوه لسانه طويل ما يقدرهم وخصوصا أمام الأصدقاء والضيوف كيف نتعامل معه؟ العلاج المتسلط تضخيم الموقف والأوامر والتحقير العلاج المتساهل يتظاهران بعدم الانتباه للامر او الترجي والاغراء العلاج المسؤول اعطه الخيار واستعمل العبارات الذاتيه بعد مغادره الضيوف نلاحظ اذا التربيه لها طرق ولها وسائل ولها مهارات ولعل هذا الجدول يبين لنا كيف احنا باستطاعتنا ان نخرج ابنائنا عندهم روح فريق العمل عندهم المحبة التعاون الإيثار كما كان لموسى عليه السلام مع أخوه هارون واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي فجدول قيم جدا ولذلك وجود الإخوان حقيقة مهمين في حياتنا وفي علاقاتنا كما يقال الرجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال طبعا تعلمنا دائما في نهاية الحلقة نسكر الملف حتى نذكر لكم قصة العصا اللي كسرناها في بداية هذه الحلقة، ونذكر بحلقة الغد وهي حلقة رقم 27 في قصة نبي الله زكريا عليه السلام وتحت عنوان العقم العائلي. أما الآن فمع العصا اللي كسرناها. في معنا مجموعة ناخذها من العصي ويمكن الآن لما شفتوها تذكرتوا القصة المشهورة في الترابط والتماسك وهذه قصتها معروفة عند الجميع وأنا طبعا مو قاعد أجيب شيء جديد هذه القصة أنه واحد من الآباء قبل لا يموت حب أنه يعطي لأبنائه درس وهذا الدرس يبين لهم أثر ترابطهم واثر محبتهم وايثارهم لبعض لبعض كيف انهم حيشكلون قوه مترابطه قويه فراح هذا الاب وجاب لهم عصا واحده وقال لهم يا ابنائي شوفوا هذه العصا فراح طبعا كسرها لهم مثل ما احنا شايفين وقال لهم شفتوا اذا انتم تفرقتوا وكان كل اخ لوحده بسهوله أن يتفكك وينكسر هذا الإنسان لأنه هو بوحده لكن راح طلع لهم طبعا مجموعه عصي وهي حزمه كامله ولكن شفتوا الان مجموعه العصي هذه هي عباره عن مجموعه اخوان واخوات مترابطين متماسكين في بينهم رباط وهو الاسره والنسب والعقيده اللي هو الحبل اللي قاعد نشوفه مع بعض الان هذا الرباط هو اللي يربط الاخوان والاخوات كلهم مع بعضهم البعض وبالتالي لما يجي واحد ويريد ان يفكك هذه الاسره ويكسرها فبالتالي هي ما راح تنكسر فمسك هذا الاب هذه العصي وحاول انه هو طبعا انا قاعد احاول بكل قوتي انا مو قاعد امثل عليكم انا قاعد احاول بكل قوتي اني اكسرهم لكن حقيقه ماني قادر لوجود هذه العصي مجتمعه مع بعض اما لو طلعنا واحده بس وخرجت من هذه المجموعه هذه العصا بسهوله احنا نكسرها وبالتالي خلوني اجرب الان مع عصا واحده ونشوف التجربه مره ثانيه لو واحد من الاخوان انشق عن المجموعه وخرج بالتالي بسهوله بالمكان انه ينكسر ويتفكك وتتفكك هذه العصا لانها اصبحت مفرده كالغنم ياكل كالذئب ياكل من الغنم القاصيه. اعتقد الرساله الان وصلت من خلال مجموعة العصي وحلقتنا اليوم عنوانها إيثار الأخ ونتمنى للجميع للأب والأم والإخوان والأخوات يعيشون مع بعض بالنظام هذا اللي قاعد نشوفه مع بعض متماسكين، مترابطين، متراحمين الود المودة والمحبة بينهم وبين بعض ووفقكم الله ومع السلامة.